رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف بعد ذلك رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف على تدشين مستشفى الأم والطفل للجيش. السيد الرئيس استمع بعد ذلك إلى عرض شامل قدمه المدير المركزي السيد الرئيس استمع بعد ذلك إلى عرض شامل حول هذا الصرح الصحي الجديد الذي يعد لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت العسكرية التي أو الذي يعد لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت العسكرية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وبذوي الحقوق. رئيس الجمهورية طاف بمختلف مرافق ومصالح هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الأم والطفل وتلقى شروحات وافية حولها وحول الوسائل التقنية والتجهيزات الحديثة التي يتوفر عليها هذا الصرح الصحي الجديد ذو المواصفات الدولية الذي يتسع ل 278 سريرا. رئيس الجمهورية ثمن المجهودات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي مؤكدا أن هذا الصرح الطبي يشكل لبنة إضافية في منظومة الصحة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.